أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفق على ذلك. وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما، سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك. فقال أخ الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك فزوجني أختك، وبعد سنة أزوجك أختي. فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره 60,000 ريال على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر أو أقل. فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأمر كما سمعتم أن مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال وهو محرم والنكاح باطل. وكذلك على الصحيح يكون شغارا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر، لأن الضرر واقع على المرأتين بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطا بزواج الأخرى. ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، إن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف. فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها. نعم، إذن على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط. نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر، هذا لا يخرجه عن الشغار، حتى لو اختلف المهر، يعني إحداهما أكثر من الأخرى، سواء اختلف أو تساوى فهذا لا يؤثر، أو عقد لهما جميعا أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، كل الأمر الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز. نعم، يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغار؟ نعم، في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغار. إذن لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى، ماذا نقول لهم؟ يراجعون القاضي في جهتهم أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال، لينظر في ملابسات الأمور ويجري العقد الصحيح إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم.